اتخرجت من الكلية واشتغلت 5 سنين في مصنع للملابس. وده طبعا كان مصنع من أكبر المصانع في مصر، كان بي تي إم ومارينوي. اشتغلت مصمم طباعة منسوجات موظف، وأنا فنان بطبيعتي، ويعني ما بقدرش أبقى في إطار محدد من الوقت والالتزام. فابتديت إن أنا أسيب المصنع وأفتح أول أتيليه ليا ومارشال، وابتديت أشتغل بقى بهوايتي الأساسية، واللي أنا كمان ساعدت إن أنا أدرس فيها كتصميم أزياء وباترون وتكنيك للخياطة. أشتغل أعمل ديزاينز مودرن بس بخامات المصري. وكانت الفكرة الأساسية لساني ديزاينز إحياء التراث المصري. احنا عندنا تراث رائع والحقيقه مش موجود في اماكن كتير، فابتديت ان انا استغل الفكره دي، الخامات المصري استخدمها والهاند كرافت المصري بس بشكل معين. وكانت الفكره الاساسيه عندي ان انا اطلع بتراثنا بره مصر واصدر ده، بس ما كنتش حابب ان انا اطلع بشكل الكوستيوم الاساسي او التراديشنال بتاعنا. كانت الفكره ان انا اعمل ديزاينز موديل بيحاكي الموضه العالميه بس بخاماتنا المصريه والهاند كرافت المصري. فاشن بروفيت كانت بالنسبه لي نقله مختلفه جدا في حياتي. انا طول عمري مش مقتنع بالتنميه البشريه واللي بيدي كورسات تنميه بشريه، وكنت دايما مختلف مع اللي بياخدوا كورس تنميه بشريه ان انت ليه محتاج بني ادم او محتاج كورس عشان تغير تفكيرك او نمط حياتك. تحت الحاح شديد من صديقه حضرت الكورس فاشن ذا بروفيت، قالت لي ده كورس مختلف تماما ولازم تاخده. انا كنت سامي ديزاينز تحديدا كان بيمر بمرحله ركود، يعني قلت اخش فاشن ذا بروفيت. حضرت الحقيقه اول يوم وانا ما كنتش مقتنع تماما لا بفكره الكورس نفسه ولا بان انا احضره، ان انا جوه الكورس ده. فاول يوم ابتديت اغير شويه، الفكره نفسها تتغير، لان كمان اكتشفت ان محمد تهاني بيخش جوه البني ادم، يعني مش بس بيحرك البشر. تاني يوم الحقيقه كان التغيير تاني تماما، يعني انا اعرف ان اللي بياخد باشن تو بروفيت او اللي بياخد عامه كورسات تنميه بشريه هو اللي بيتغير، مش البني ادمين اللي حواليه اللي بيتغيروا. يعني انا ممتن لباشن تو بروفيت، ممتن للكوميونتي اللي دخلت فيه في باشن تو بروفيت، مع اني مش ملتزم كل يوم كل سبت يعني او كل سبت وسبت، بس انا متابع الكوميونتي ده وحاسس ان هو بيت اللي عايزه فعلا وبيتي وعيلتي. اللي خرجوني بره الصندوق واللي خرجوا ساني ديزاينز من التابوت اللي كان فيه. طول عمري مش متخيل ان انا ممكن اشتغل حاجه ما بحبهاش او مش من هواياتي او مش قادر احسها. يقوم الصبح مش مقتنع باللي انا بعمله، اروح الشغل فاجي من الشغل وابقى مش حاسس اللي انا بعمله. وده يمكن فتره من فترات حياتي ده اللي خلاني، مع اني كنت بشتغل حاجه بحبها، بس انا مش بتاع روتين ومش بتاع التزام بالمواعيد، وبالتالي مش متخيل حد بيعمل حاجه هو ما بيحبهاش او مش مقتنع بيها. فالنصيحه اللي انا بنصحها لاي واحد بيعمل حاجه ما بيحبهاش او بيقوم الصبح يشتغل شغلانه مش مقتنع بيها، أولاً ياخد كورس فاشن تو بروفيت، ودي بداية حقيقية للتغيير. ويبتدي من خلال فاشن تو بروفيت ومن الستبس اللي محمد تهاني بيحطها في فاشن تو بروفيت يمشي خطوة خطوة عليها ويلتزم فعلاً بيه. وده اللي خلتني مختلف تماماً عن أي حد حتى بيشتغل بالفاشن بتاعته وبيمارسها. بالنسبة لمحمد سامي مصمم الأزياء، وبالنسبة لساني ديزاينز البراند اللي انا بقيت بعتز قوي بيه وبحسه الابن الشرعي فاشن تو بروفيت،
الحضن اللي بيجمع كل المواهب والناس اللي بتحب بعض الفن.